أهلا بكم مشاهدينا. الآن موعد فقرة كاتب ومقال. المقال يحمل عنوان السويداء بعد الاغتيال إلى أين، للكاتب الأستاذ أحمد مظهر سعده. الأستاذ أحمد معنا لنقاش وضمين هذا الحوار. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. حياك الله أستاذ أحمد. بداية، ابتدأت المقال بالحديث عن إصرار النظام السوري على استخدام المقاربة الأمنية والعسكرية دون الاستفادة لربما مما جرى خلال سنوات الثورة السورية. ما الأسباب الرئيسية التي تدفع لاستمرار الاعتماد على هذه المقاربة دون غيرها في التعاطي مع أي حال التظاهر في سوريا؟ يعني تعودنا على أن هذا النظام المجرم دائما يتخذ من أداته الأمنية والعسكرية أداة للحوار حتى إن صح التعبير بين قوسين، وهي التي من خلالها يستطيع الهيمنة على الشارع السوري، ولولاها لم استطاع حقيقة أن يسيطر على ثورة شعبية عارمة خرجت للشارع 15 آذار 2011 ونزلت بالملايين في كثير من الساحات المحلية. المحافظات، كل المحافظات تقريبا خرجت، ولكنه قابلها بالنار والرصاص والقتل والبراميل وأيضا بالكيماوي، وهو يعتقد جازما بأن هذه الأداة التي يستخدمها ضد المتظاهرين وضد الانتفاضة ضده هي التي يمكن أن تسكت الناس وبالتالي أن تنهي حالة الانتفاض والحراك. واليوم هو نفس الحالة في السويداء، الحراك الذي يعني جاوز العشر أشهر ويستمر في عملياته من أجل جر هذا الحراك من سلميته إلى العسكرة. لكن وكل الخصوصية أستاذ أحمد للسويداء، هل يمكن أن تقدم مقاربة أخرى بخلاف ما يفعله بباقي المدن السورية؟ يعني هو خصوصية السويداء جعلته لم يستطع أن يتعامل بالسلاح مباشرة ومن الأيام الأولى للانتفاضة في السويداء، بل انتظر طويلا من أجل أن تبدأ هي بحمل السلاح. يعني هو يريدها أن يجرها حقيقة إلى حمل السلاح ومقارعته بالسلاح والتخلي عن سلميتها. ساعتها يستطيع على الأقل أمام الرأي العام الدولي والإقليمي وحتى المحلي أن يقول أننا صحيح نتعامل بين قوسين مع أقليات كما هو يريد أن يقول في السويداء، لكن هم من بدأوا في التعدي علينا، ومن ثم فأصبح من حقنا كسلطة أن يعني نلقنهم الدروس إن صح التعبير بالنار والحديد وإلى نعم. إلى أي مدى فوت أهل السويداء هذه الورقة من بين يدي النظام؟ هل تعتقد أنهم استفادوا من سنوات الثورة السورية؟ بالتالي نحن أمام مشهدية جديدة ربما في الحالة الشعبية السورية لمقارعة النظام. نعم، أنا أعتقد أنه حتى الآن استطاع عقلاء السويداء وانتفاضة السويداء وحراك السويداء أن يفوتوا عليه هذه الفرصة وامتصوا جميع الحالات التي تعدى فيها بالسلاح على بعض الاغتيالات، طبعا حصلت سابقا ولاحقا وآخرها منذ أيام. استطاع فعلا أهل السويداء وهذا الحراك أن يمتصوا ذلك وأن يعولوا بعقلانيتهم ووعيهم وإدراكهم على العمل المدني وعلى الانتفاض والاعتصام والمثابرة على نفس النهج، لأنهم رأوا ما رأوا حقيقة، رأوا ماذا حصل بالمحافظات الثانية وكيف تعامل هذا النظام بالقتل والإجرام، وهو لن يألو جهدا من أجل الوصول إلى مد سلطته على كل المحافظات بأي وسيلة كانت. لذلك باعتقادي حتى الآن نعم استطاع أهل السويداء بكل وضوح أقولها أن يفوتوا الفرصة عليه، وآمل أن يستمر ذلك إلى أمد بعيد. نعم. لأنه فيما لو تغيرت الأسلوب في السويداء يمكن أن يتغير الوضع، والوضع سيكون في حالاتها لصالح النظام. نعم، يعني هناك حالة ربما تطرح ضمن سياق النقاش أستاذ أحمد. الشعب السوري بقي قرابة 10 أشهر في ثورته في عام 2011 لم يرفع حجرا بوجه النظام، ومع ذلك يعني لم يتحصل، البعض يقول لم يتحصل على ما يريد من حرية وانعتاق من هذا النظام. بالمقابل بحالة السويداء، ماذا يمكن أن نتحصل على ثمار سياسية جراء اتباع
هذا النهج الموجود حاليا وهو نهج عدم المواجهة العسكرية مع النظام؟ يعني طبعا المقاربة هنا يجب أن تأخذ منحى معين مفاده أن الحالة السورية بمجملها هي حالة ثورة حقيقية منتفضة، وحالة السويداء هي جزء من هذه الثورة، لكن بالتأكيد ينظر المجتمع الدولي والإقليم وأيضا النظام إلى أن السويداء هي أقلية ما يتعاطى معها وفق هذا المنظار الخاطئ بالتأكيد، وهم يريدون أن يقولوا لا نحن جزء من هذه الثورة، لكنه في هذه الحالة يحاول كما قلت أن يجرهم عندما انتظر 6 أشهر أو 7 أشهر حتى يعني تعامل بالسلاح مع المنتفضين، هناك وجد أنه لا مناص لأنه ستسقطه هذه الانتفاضة الكبرى على مستوى كل المحافظات. اليوم أنا باعتقادي هو لا يشعر بالخطر لأنها ما زالت حتى الآن ضمن محافظة بعينها ضمن سويداء وجبل العرب، ولكنها لم تستطع حتى اللحظة على الأقل أقول أن تمتد إلى محافظات أخرى. وهنا أقول أيضا لابد من أن يتعاطى الشعب السوري بكل المحافظات مع حالة السويداء كحالة جزء من حالة ثورية، وبالتالي المؤازرة والتحرك مهم جدا في قادم الأيام حتى تستطيع أن يعطي نفس أكثر لهذه الثورة باستمرار، وإلا إن بقيت في محافظة واحدة حقيقة هي مسألة مهمة وهي أمثولة حقيقة في النضال، لكن لا تكفي لوحدها بحد ذاتها. نعم، حتى يكون المشاهد بالصورة أستاذ أحمد، هل ما يرفع من شعارات ومطالب بالسويداء يعني تقترب تنسجم تتناغم ما يطالب به عموم الشعب السوري منذ بدايات انطلاق ثورته قبل الذهاب للمربع الأمني والعسكري؟ هل ما يرفع اليوم من شعارات ومطالب هي تلبي يعني طموح الحالة السورية برمتها وليس فقط حالة طائفية، إن جاز لنا الوصف لتقريب الصورة فقط؟ نعم نعم، حاول النظام مرارا أن يشيطن الحراك في السويداء ويقول بأنهم يريدون حكما ذاتيا، يريدون أن ينفصلوا عن الدولة السورية، يريدون كذا، وهذا ليس صحيحا، وقد أكد نشطاء السويداء في أكثر من مرة وما زال يؤكدون بشعاراتهم اليومية التي ترفع ساحة الكرامة على أنه لا انفصال ولا حكم ذاتي، وهم جزء لا يتجزأ من الحالة السورية ومن الوطن السوري بكليته. هذه مسألة أكد عليها كل من تحرك في السويداء منذ بدايات الحراك وحتى الآن، وهذه قضية أنا باعتقادي لدى الشعب السوري مقتنعين فيها، لأنه يدركون أن أهل السويداء تاريخيا هم من صنعوا الثورة السورية ضد بداية الثورة السورية ضد الفرنسي في 1925، وهم من استمروا أيضا في جميع التحركات الوطنية التي تعم كل البلاد، وبالتالي هم الآن يحاولون التشبيك مع محافظات أخرى، مع حتى الساحل، مع حراك الساحل، مع حراك الشمال، من أجل أن تكون جزء من الحالة العامة السورية التي تنتج شيئا جديدا متقدما، ونحن نقبل على إتمام السنة 14 من عمر الثورة السورية. نعم، برأيك أستاذ أحمد، ما الذي يمكن أن تحرجه الحالة في السويداء للنظام السوري بعد كل ما قام به يعني من قتل وتدمير وإخفاء قسري ومفقودين ومعتقلين؟ يعني هل هذا النمط من الأنظمة يحرج بحالات شبيهة بما يجري في السويداء؟ أول هذه المسائل أنه الانتفاضة السويداء وحراكها قد عرى هذا النظام بكليته عندما كان يدعي أنه حامي الأقليات، فخرج أهل السويداء وهم من الطائفة الدرزية كما نعلم من أجل أن يقولوا ليس حامين هذا النظام ونحن مع الشعب السوري في مواجهته، لأنه لا وجود للفساد ولا وجود لأي قمع وإرهاب واعتقال في دولة نحلم بها هي دولة المواطنة. نعم، أثبت أهل السويداء وأحرجوه نعم فيما يفعلونه الآن عندما قالوا للناس أجمع لأننا نريد ثورة الحرية والكرامة وهم جزء منها، وهذه مسألة أنا برأيي في غاية الأهمية، كما أنهم أيضا عندما يصرون على سلميتها هم أيضا ينتمون إلى بدايات الثورة، مهد الثورة، مهد الثورة السورية كما نعلم منذ بدأ في دمشق ثم درعا كان سلميا
وهو النظام من حوله إلى العسكرة، وبالتالي أيضا يصرون على سلميتيا. الوعي الديمقراطي، الوعي الوطني، الوعي الموحد، كل ذلك هو أجزاء أساسية من تكوين الثورة السورية. نعم. وهم في ذلك ينتمون حقيقة إلى ملاذات الشعب السوري وإلى عقده الوطني الجامع الذي يشتغل عليه كل السوريين. نعم. إلى أي مدى، أختم معك بهذا السؤال، يعني نحن أمام حالة انفتاح إقليمية نسبية على نظام الأسد، نحن أمام إعادة سفراء لبعض الدول الإقليمية القوية مثل السعودية إلى سوريا، وهناك انفتاح إماراتي، وهناك يعني يوجد حراك عربي بعد عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية. إلى أي مدى هذا يشكل تحديا للمطالب التي يرفعها أهل السويداء اليوم؟ مما لا شك فيه أن الحالة العربية والإقليمية المتدافعة والمتتابعة من أجل إعادة وقيام علاقات ما وتطبيعية مع هذا النظام هي تشكل ألماً وغصة لدى السوريين الذين وقفوا في انتفاضتهم وثورتهم من أجل أن يقولوا لا للعسف والقمع والاعتقال وإلى آخره. لكن هذا لا يعني على الإطلاق على أن الثورة ستتراجع فيما لو تراجع العرب أو تخلى عنها الإقليم والعرب. أنا باعتقادي هو الخيار الثوري للناس وما زال نفسه، الحرية والكرامة مفتقدة، الحل السياسي هو الأمثل وليس الحل العسكري. هم ما زالوا يتمسكون بالقرار 2245 وهم يتمسكون بكل القرارات الأممية التي قامت الثورة واشتغلت من أجل أن تنتزع من العالم كله هذه القرارات الدولية التي أصبحت مكانا حقيقيا يفترض أن يبتغيه كل الذين يعملون من أجل الوطن. وفي السويداء طبعا يرفعون القرارات الدولية ويؤكدون عليها ويؤكدون أنه لا حل إلا بالرجوع إلى هذه القرارات الدولية والانتماء إليها وتنفيذها من قبل سلطة القمع والإرهاب في دمشق. كل الشكر لوجودك معنا الأستاذ الكاتب أحمد مظهر سعدو ضمن نقاش مقالك السويداء بعد الاغتيال إلى أين؟